وراه يعمل يعني، ما يبقاش يعني ينتظر، هذا هو. فقط إذا سمحت لي استعملت عبارة الفرد، رجل من هذا النوع الذي نحن نتعامل معه بحمد الله هو أمة، إن شاء الله ربي يفتح. وشخص له القرآن العظيم في قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. صح، أخي أنت أمة، الله يبارك فيك، أنت الجزائر الحقة، الله يبارك فيك، أنت الذي ميزك الله بخلال قل من ظفر بها، بحيث لم تترك الطريق الذي سلكته، ولم تتخلى عن المبادئ التي اقتنعت بها، ولم تتردى في هاوية الضعف لأهل الباطل وأهل الغرور وأهل الضالين الذين عادوا على الحق المبين، واعتدوا على الشعب الكريم كما لو لم يفعلوا شيئا. المهم نحن ليكون من يكون علينا أن نثبت، نعم. وعلينا أن نعتمد على الله وأن نواصل الطريق. إن شاء الله. كل الدلائل دلائل النجاة والنجاح في مثل هذه المواقف ثابتة، سيرة الأنبياء والرسل، ونخص فيها سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم باعتبارها المتاحة لنا، تبين ذلك. سنن الله في التاريخ، تاريخ الإنسانية، قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. النفي وقع بأداة لن لتفيد النفي المستقبل المستمر، وعلى ذلك نحن نستمر بإذن الله على بينة من الحق، وعلى ثقة من صحة المنهج، وعلى مأمن من سلامة المسعى. والأمر يبقى أمر زمن فقط الذي هو بيد الله وليس بيد غيره. نحن ثقتنا بالله قوية، نعم، منها نشتق ثقتنا بالحق كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ما ضاع حق وراءه طالب. إلا أننا نحن لم نطلب حق شخص أو مصلحة آنية، بل العكس، نحن نطالب في حق جعله الله من دلائل أبعاد اسمه، حق جعله الله حجة لكل الصادقين على المبطلين. جزاك الله كل خير أخي العزيز، الله يحفظك. أنا مستعد لأن أتقبل منك أي سؤال. من خلال الآن دوك هذا المواقع انت الإنترنت، يعني راه الآن أصبح الإنسان أنه يستطيع أنه يوصل الرسالة نتاعو كالبرق في يعني ثواني معدودة، وأصبح الإنسان أيضا عنده المسائل الوسائل هذه نتاع الاتصال، يعني في وقت من الأوقات هو أنه النظام هذا استعمل جميع الأساليب من أجل قطع الاتصال.
ونجح إلى حد بعيد في وقت من الأوقات. هذه مكايده، نعم، القضية نتاع مثلا نتاع مكايده الهاتف، وسلوكه. نتاع الفاكس، نتاع كذا. الآن الإنترنت أصبحت كلها في البيوت. يعني الآن يعني النظام استعمل مثلا تاع التعتيم الإعلامي من خلال التلفزة، ولكن الآن راه أصبح كل إنسان عنده تلفازات في البيت نتاعو. والآن من خلال الإنترنت هو أنه الناس تتصل، يعني هاك تشوف الآن أنت راك في قطر، أنا راني في فرنسا، يعني نتصلوا بدون عائق. يعني الآن يعني لو صعب كان نحبوا نستعملوا الصورة يعني ما كان حتى مانع. ولهذا تسمى الإنسان يعني من هذا المنطلق أنا بديت نعمل للمشروع تاع المصالحة. أنا كيفاش نعمل؟ نشرح لك يعني وجهة النظر تاعي، وبعدين نحب نشوف الرأي تاعك. إذا سمحت لي بارك في هذه النقطة، تفضل. إذا كانت كنتم قد انتبهتم لها كوسيلة لازمة، اسمح لي أن أضيف. نحن هي مشكلتنا أننا معزولون عن واقعنا الجزائري، ولا صلة لنا إلا بمثل هذه الجهود الذكية. لأزيدك تأكيدا أخي، لأنك تعمل من أجل توفير الضروريات في هذا العمل. واصل واصل إن شاء الله. المهم من هذا المنطلق أنا حبيت نتحدث معك في القضية هذه نتاع المصالحة الوطنية.